زار قائد اللواء الثاني حراس الجمهورية العميد نعمان الفاطمي وعدد من قيادات اللواء ومدير مديرية الدريهمي فؤاد مكي ومدير أمن المديرية الرائد مهدي جمال مرافق أمنية للسلطات المحلية ومواقع عسكرية للمقاومة الوطنية في محافظة ومدينة الحديدة لمعايدة الأبطال المرابطين في الثغور وجبهات العزة والشرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وخلال الزيارة التي شملت الدريهمي وحي المنبر وقطاع مطار الحديدة نقل العميد الفاطمي تهاني وتبريكات العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بجبهة الساحل الغربي مشيدا بأدوارهم البطولية وتخليهم عن ملذات الدنيا في سبيل عزة وكرامة الشعب اليمني الحر التواق لاستعادة دولته والخلاص من شرور عصابة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران. وأشاد الفاطمي باليقظة الأمنية لمنتسبي الشرطة والأمن مؤكدا أهمية المعركة الأمنية التي يخوضونها بموازاة المعركة العسكرية والتي تكللت بتحقيق الأمن والاستقرار في كافة المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي. ومن جانبه أشاد مدير مديرية الدريهمي فؤاد مكي ببطولات حراس الجمهورية وكافة تشكيلات القوات المشتركة العمالقة والتهامية مؤكدا أن أرض تهامة لن تنسى الدماء التي روتها ولا زالت ترويها في سبيل الحرية والخلاص من عصابة الحوثي الإمامية الإجرامية التي أدخلت الحزن إلى كل أسرة في تهامة وأهلكت الحرث والنسل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كل عام وانتم طيبين. هنا نعود عليكم ونقول لكم تحيات قائد المقاومة الوطنية حفظه الله، يعني الرئيس محمد عبد الله صالح. وبالنسبة للجانب الأمني احنا زملائكم وإلى جواركم في أي وقت مع قيادة المشار الأمني. هنا أنا والأخوة قائد اللواء الثاني اللي أقول لكم تهاني وتبريكات اللواء العميد الرسمي طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية ويشد على أيديكم وهم رفقاء لكم في النضال في بسط الأمن في المديرية. نقول قائد المقاومة الوطنية كل عام وأنت بخير وكل أفراد المقاومة الوطنية يقولوا لك بالروح بالدم يفديك يا يمن بالروح بالدم يفديك يا يمن بالروح بالدم يفديك يا يمن بالروح بالدم يفديك يا يمن.